السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أينما كنتم. مرحبا بكم يعني في الدورة التكوينية الخاصة ب يعني إصلاح أو تعلم إصلاح الهواتف والأجهزة الإلكترونية. تعرفنا سابقا على المكونات الإلكترونية والمكونات الكهربية للدارات أو للكارتمير أو للبوردة أو اللوحة الأم. تعرفنا أيضا على بعض النصائح المهمة لتعلم إصلاح الهواتف بالطريقة الصحيحة. اليوم إن شاء الله غادي نحدد يعني شنو هي أهم الأعطال اللي كيقدموها مثلا في اليوم المحلات يعني مصلحو الهواتف. عندنا بعض الأعطال المهمة يعني اللي كتجيب بكثرة بكثرة بزاف، نقدروا نقولوا ثلاثة ديال الأعطال فقط. ثلاثة هي يعني الأكثر يعني اللي هي كتجي بزاف، يعني علاش قلنا علاش نحددها لكم دابا، باش أنت اللي بغيت تتعلم تبدا بهذه الاعطال هذه لان هذه اللي كتجيب بزاف. العطل الاول وهو يعني كما كنعرفوا جميع، وهو يعني الكونيكتور ديال الشارج. الكونيكتور ديال الشارج يعني هذا هو يعني العطل الاكثر شيوعا، ان الكونيكتور ديال الشارج كتضيع بزاف وانت يعني مطالب بتغييرها او اصلاحها، لانها يعني اذا هذا العطب الاول اكثر شيوعا. العطب الثاني شنو هو؟ العطب الثاني هو التكتيل. التكتيل يعني هناك يعني بعض الهواتف التي تتغير التكتيل لوحدها، يعني ما كنمشيش مع لافيشور. ايضا هذا التكتيل فهو يعني تغيير التكتيل فهو يعني اكثر شيوعا. هذا العطب يعني كمبتدئ لا تخاف منه، يعني يمكنك يعني تغيير التكتيل بسهوله، لكن انصحك يعني بان يعني تمسك الهواتف يعني الغالية جدا، لأن يعني فعلا يعني كما كنعرفوا جميع يعني هذه المهنة فهي مهنة الريسك، مهنة الخطر، لأن خطأ بسيط قد يكلفك مبالغ يعني تفوق المبلغ الذي أمسكته مقابل إصلاح الهاتف، خاصة يعني لافيشور فهي معرضة للكسر أو معرضة للخش، وقد تضيع في بعض الأحيان من تلقاء نفسها كما هو الحال بالنسبة لمثلا الهاتف يعني الذي معروف بعطبه او بسهوله عطلانه وهو الجيوان، يعني معروف هذا الهاتف يعني تتحضر معه بزاف. اذا التكتيل يعني الا بغيت تغيرها صديقي، لا تغير يعني التكتيلات يعني الغاليه جدا، بدا يعني بالتكتيلات يعني الرخيصه، سامسونج اي، سامسونج تران، سامسونج يعني الرخيصه وليست الغاليه. اذا انت تمكن يعني من تغيير التكتيلات انذاك يعني يمكنك ان تغير اي هاتف. اما العطل الثالث فهو تغيير يعني الكارت سيم، يعني مكان الكارت سيم. هذا يعني هو ايضا يعني عطب شائع جدا، خاصه يعني مع ظهور الكارتات الصغيره. كتكون عندك مثلا تاع الهاتف يشتغل بكارت كبيره، وياتي مع تقطيع الكارته تقوم بتعلق الحامل السير يعلق بأسنان الكارت اس دي، وهذا يعني يقوم ب يؤدي الى اتلافها. يعني ايضا هذا العطل فهو شائع جدا. اذا صديقي انصحك بتعلم هذه الثلاث للتركيز عليها حتى تكون بدايتك موفقة، ويمكنك يعني تحسين المستوى مع الوقت طبعا. يعني هذا ما يمكن أقوله في هذا الفيديو. أتمنى أحبائي أن تكونوا قد استفدتم، وإلى فيديو آخر بإذن الله.